نحن ابناء التيار الصدري من الناصريه من الشطره، عفينا عن الولد اللي اسمه اشرف صباح. شنو السبب مثلا عفينا عنه؟ انه البارحه احنا متابعينه واليوم وظهر انه الولد اثبتنا بالدليل العفو انه الولد عنده خلل بعقله، يعني وهاي الادله تثبت حسب تقارير ما دكتور اي انه حسب التقارير انه مصاب عقليا. هاي الاوراق باوع، لذلك يعني نودي رساله لاهله اطمئنان انه ان شاء الله ماكو شيء وسلامات، ورساله لكل الولد ولدنا اللي بالناصريه اللي بالشاطره انه الولد طلع مختل عقليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش يصير عليهم ومسؤولين ان شاء الله ان شاء الله.